ودي ودنا نتكلم عن موضوع يمكن خبر وصلنا في السوشيال ميديا أمس عن يعني حالة صحية لمرام الفنانة مرام البلوشي، وطبعا على أثرها دخلت مستشفى الأميري في أتوقع يعني أزمة في القناة. صحيح دكتور طالب، أول شيء حاب يعني ربي يطمننا عليها وعلى جمهورها، يعني هي حالتها شوي تعبانة، وللعلم دكتور طالب هي مو أول مرة تحوشها هذه الجلطة. من التواصل الاجتماعي سمعنا ممكن هذه ثاني مرة أو ثالث مرة تقريبا. يا رب إن شاء الله تطلع من هذه الجلطة وتصير أحسن وأفضل، يعني تدري نفس هذه الأمور وهي بعمر للحين صغيرة، فأكيد محبينها ومتابعينها وأهلها وعيالها كلنا نحاتيها، فصراحة ما تشوف شر، يعني سلامتها إن شاء الله، وإن شاء الله تقوم بالسلامة. وأكيد معنا اتصال مع أخت مرام البلوشي، مي البلوشي، طبعا نمسي عليك بكل خير. مساكم الله بالخير، يعطيكم العافية، يا هلا فيك، شلونكم، شو اخباركم؟ اختي ريهام حبيبتي وطالب، طول عمرك. طمنينا على حالة مرام الحين، شلونها؟ والله حاليا هم ماشيين على انه قاعد يعطونها ابر سيوله علشان توازن انزيمات القلب. صحيح. لان تدري امس هي كانت باللوكيشن وتعبت وطاحت وودوها المستشفى، فكانت داخله بجلطه. امس عطوها ابر سيوله واليوم هم عطوها ابر سيوله، وان شاء الله ما نوصل ان احنا للقسطره. يعني الدكتور قاعد يقول احنا حاليا نعطيها ابر سيوله عشان نوازن انزيمات القلب. صحيح. ومن هنا باكر الصبح ان شاء الله هي ما زالت تعبانه، يعني بيني وبينك يعني انا كنت عندها قبل شوي فشوي تعبانه، فتقوم وترد تنام، تقوم وترد تنام، وان شاء الله ان شاء الله يا ربي بدعواتكم ان شاء الله ودعوات اللي يحبونها ان شاء الله تقوم بالسلامه وتصير بيننا كلنا يا رب. ما الله يشافيها يا رب، شر يعني ربي يشافيها ويطمنا ويطمنكم عليها. بس حابين نعرف ان هذه مو اول مره معاها الجلطه، هل هذا الكلام صحيح؟ يعني امس كنا نسمع سبق قبل سنتين تقريبا لما كانت تصور مسلسل دفعه القاهره طاحت هم ويتها الجلطه وركبوا لها ثلاث دعامات. كانت في عندها ادويه معينه تاخذها مثلا خلال اي حبوب سيوله، حبوب سيوله. وللاسف هي لما كانت تعبانه ما كانت حبوبها معاها فتعبت وطاحت ما تشوف شر. ان شاء الله اسال الله يشافيها ان شاء الله ويقومها بالسلامه، مثل ما يقولون ان شاء الله هذه ازمه وتعدي، واكيد دعوات كل محبينها ان شاء الله يكونون لها خلال الفتره الى ما ان شاء الله ترجع سالمه، ويعني ناخذها باتصال معنا ان شاء الله باذن الله. باذن الله، كل الشكر على هذه المداخله، يعني فعلا ما تشوف شر وسلامتها.